انه الرئاسه المصريه تعمل لنا حشد لنصره مصر الحقيقه، والاقتصاد المصري والكهرباء اللي مش موجوده والحاجات دي، لكن يعني نصره سوريا طبعا قضيه مهمه ايضا، ولكن هل هدف بالفعل حشد لنصره سوريا ام لنصره مرسي مقابل التوقعات في 30 يونيو؟ معظم الهتافات الاولى كانت مرسي وراء رجاله، يعني هتافات كلها لمرسي. قد ايه الاستاد ده بياخد يا جماعه؟ الصاله المغطاه لاستاد القاهره 16900، شوفوا بقى شيلوا منها السكيورتي والامن، هذا هو الرقم يعني الحقيقي، عشان ما حدش يجي يقول لنا بقى 120000 و200000 والكلام ده كله. 16900 هي الطاقه او الكاباسيتي للصاله المغطاه لاستاد القاهره. بدا مجموعه من الدعاة ويعني زعامات التيارات الدينيه بعدد من الخطابات، كان في تواشيح، والتواشيح دي واضح انها تبقى، احنا هنعلق على هذه التصريحات، لكن خلونا نشوف الجزء الاول من هذا الخطاب. هل في اي حاجه يا جماعه مهمه طيب بتتقال نسمعها مره اخرى؟ طيب يعني خلونا نكون واضحين، احنا بنشوف ايه؟ احنا ما بنشوفش حقيقي موضوع عن سوريا، احنا بنشوف امرين: محاوله استقواء بالداخل، محاولة الاستقواء بالأهل والعشيرة، محاولة أن نعكس قوة، وعلى رأي خيرة الشاطر اعكس قوة قوة، تصدير القوة قوة، هو يريد أن يعكس قوة، يريد أن يعكس شعبية، يريد أن يعكس أن هم دول، أنا معايا ناس، معايا أنصار، معايا جمهور يقف أمام النازلين في 30 يونيو. هذه الرسالة الحقيقية، انه الكلام عن الواهمين، الكلام عن العابثين، الكلام عن الفوضى، عن العنف، مين اللي اتكلم عن الفوضى والعنف؟ هو مين اللي هدد اللي هينزلوا 30 يونيو بانه هيحمل سلاح ضدهم؟ دي الطيارات الدينيه. هو مين اللي قال ان اللي هينزل في 30 يونيو دول هيكونوا كافرين وخارجين من المله؟ ما تفتح المحطات بتاعتك، ما تفتح تشوف الناس، اهلك وعشيرتك بيقولوا ايه. هو مين اللي هدد بحمل السلاح؟ دي الجماعات اللي انت عزمتها واللي كانوا موجودين، وال17 جهادي اللي كانوا موجودين يوم سد النهضه، هم دول اللي حملوا سلاح ضد الشعب المصري. هو انت نسيت 118 ضابط اللي اتقتلوا في اسيوط؟ هو انت نسيت فرج فوده؟ هو انت نسيت نجيب محفوظ؟ هو انت نسيت كل الناس دي؟ رفعت المحجوب، مين اللي قتل دول؟ دول مش الشباب اللي قتل، دول الجماعات الإسلامية اللي انت بتستضيفهم، اللي قاعدين دلوقتي موجودين معاك في استاد القاهرة، هم دول اللي قتلوا الناس، هم دول اللي حملوا سلاح ضد المصريين، هم دول. هو مين اللي بيتكلم عن البزاءات؟ البزاءات رفعتها شعارات جماعتك، البزاءات رفعتها شعارات عشيرتك، لما رفعوا البزاءات وشتموا الناس بأقزع الألفاظ، لما رفعوا الأحذية ضد الناس، مين اللي علم الناس الشتيمة؟ الناس دي ما كانتش بتشتم، الناس دي في 25 يناير لم يرفع شعار واحد بذيء، مين اللي بدأ الشعارات البذيئة؟ تذكر ونذكرك وسنذكرك، مين اللي عمل ده كله؟ أهلك وعشيرتك. هذه محاولة استقواء بالتيار الديني، هذه محاولة استقواء واستعادة الدعم الأمريكي مرة أخرى. ما هو أمريكا موقفها دلوقتي مزمزق، ما هو أمريكا دلوقتي بتتكلم مع المعارضة، ما هي أمريكا دلوقتي بتحاول تطلب إنها تقعد مع تمرد، لكن الآن دكتور مرسي يقدم كل ولاءات، كل أدلة الولاء والطاعة لأمريكا، أنا هقطع العلاقات مع سوريا. طب ما تقطع العلاقات مع إسرائيل، عايز بقى حق ربنا ما تقطع العلاقات مع إسرائيل، ما تسحب السفير من إسرائيل، جاي تتكلم على سوريا ومش جاي تتكلم على إسرائيل، هذا هو العدو الحقيقي، ولا الأعداء اتغيرت، ولا الدنيا اتغيرت، ولا في إيه، ولا إحنا بنقدم فروض الولاء والطاعة بس لأمريكا؟ الآن حزب الله بقى العدو، المعركة السنية الشيعية، هذه أجندة أمريكية واضحة للعبث بالتيار السني والتيار الشيعي والمذاهب في هذه المنطقة. اقروا الخريطة، اقروا الكتاب، اقروا الرواية، اوعوا يغركوا المشهد ده، المشهد واضح، استقواء بأمريكا واستقواء بالدعم الديني والدعم التيارات الدينية. خلونا نشوف هذا الجزء الذي يدعو فيه بعض أنصار الرئيس على الناس اللي هتنزل يوم 30 يونيو، وبيسموهم بقى ايه؟ خلونا سماهم الرئيس الواهمون
وبيسميهم محمد عبد المقصود امر اخر. خلينا نشوفه. المثيره جدا اللي انا يعني غالبا ما سمعتهاش لكن موجوده على التويتر بشكل كبير، ان دكتور مرسي قال ان مصر شعبا وقياده وجيشا لن تترك السوريين حتى ينالوا حقوقهم. جيشا اولا يا مسيطر، انت مسيطر جامد جدا، وبعدين تاني حاجه يعني جيشا انت قصدك ان احنا هنحارب؟ هل انت بتعلن حرب على النظام السوري بالجيش المصري؟ هل هذا اعلان حرب من الرئاسة المصرية، من رئيس الجمهورية المصري، اعلان حرب بالجيش على النظام السوري؟ هل انت هتحارب بالجيش؟ يعني عايزين رد، عايزين يعني شعبا، وانت شعبا قررت وهتودي الشعب كله، قيادة انت واهلك وعشيرتك، بس انتوا ما بتروحوش. يعني اتمنى اشوف انك بعت ابنك، او اتمنى من المرشد انه يبعت ابنه، او خيرت الشاطر يبعت جوز بناته مثلا، ولا جوز حد من البنات او ابنه. ما بعتش ليه دول؟ ولا انت بتضحي بالناس؟ بتضحي بالناس اللي انت عمال يعني توعدهم بالجهاد وتدفعهم الجهاد، انت بتضحي بالمصريين يعني. فضحيت بالمصريين، مش هتضحي بأسرتك والجيش؟ هل بتقولي ان الجيش المصري سيذهب للحرب في سوريا؟ دي جملة